صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 821 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. ودلوقتي بفضل الله عاوزين ننشئ الجداول اللي هي هتخدم على الموظف. هتقول لي طب وشمعنا الموظف اللي هنبدأ بيه؟ يعني هو الموضوع مش موضوع بداية، فاهمني؟ احنا دلوقتي ما عملناش كتير، احنا كل اللي عملناه تغيير لون الخلفية وعرض الشاشات المفتوحة والشاشة اللي فتحناها اخر مرة اللي هي التصنيفات، واخد بالك؟ بعد كده بنبدأ نشتغل. هقول لك ليه بقى اعمل الموظف. بص، بالنسبة للمستخدمين، ركز معايا، المستخدمين علشان اعمل مستخدمين هعملهم بناء على موظفين. يعني لما هاجي اقول ان ده مستخدم هيبقى مستخدم وموظف في نفس الوقت. وصل معاك الفكرة؟ هيبقى مستخدم وموظف في نفس الوقت. حلو قوي. طيب ليه بقى انت باصص على المستخدمين او بتعجل بانشاء الموظف ثم المستخدم؟ علشان في حاجه اسمها حركات الايه، حركات الاستخدام، صح؟ مش احنا عندنا فيما بعد لازم اثبت حركات الاستخدام. حركات الاستخدام دي خد بالك ملهاش شاشه، يعني مش شاشه هتفتحها وتدخل قام المستخدم كذا بعمل، لا طبعا مش كده خالص. ده حركات الاستخدام دي اسلوب رقابي في الشغل، اسلوب رقابي. ايه اللي هيحصل؟ انت دلوقتي بدأت تتعامل مع الداتابيز وبدأت تستخدم البرنامج. يعني دلوقتي لما تيجي تفتح تعريف تصنيف، لما تيجي تفتح البرنامج كده وتسجل الدخول باسم مستخدم اللي هو اصلا المفروض موظف، ورحت جاي فاتح دي كده ودخلت تصنيف جديد والتفصيل بتاعه ورحت عامل اضافة، هيتعرف منين او هيتثبت منين ان المستخدم اللي قاعد على البرنامج ده اللي اسمه كذا ضاف تصنيف كذا في الوقت كذا؟ هيتعرف منين؟ من الجهاز كذا هيتعرف منين؟ ها شفت بقى؟ يبقى انت لازم تظبط الاول، فاهمني؟ اصل خد بالك ان المفروض حركة الاستخدام دي فين شاشة التصنيفات؟ كاتيجوري، اهي FRM كاتيجوري، إضافة تصنيف. المفروض هنا في إضافة تصنيف
بعد التصنيف ده ما يتضاف تمام، اقول له على طول، اقول له على طول ان في تصنيف اتضاف من كذا كذا في الوقت كذا عمل كذا، الكلام ده كله، فاهم الفكرة؟ مش عايز ادخلك بقى في سكة السيكوال، انت ممكن من السيكوال تعمل حاجة اسمها تريجر، بس التريجر ده ليه مواويل تانية يعني لازم تدرس وتتفهم الاول، لكن انت الداتا بيس فاهمها والبرمجة فاهمها، فهو على طول نعمل جدول ونثبت فيه الحركات. والتريجر نفس الفكرة، التريجر اللي هو في السيكوال سيرفر نفس الفكرة برضه، بتعمل جدول وبتخلي التريجر يرمي فيه لوحده، وبرضه بتعمل جملة انسيرت. اما احنا هنا هنعمل ايه؟ احنا هنا هنحط بقى المعلومات كلها، فاهمني؟ يعني هنقول ان المستخدم اللي ضاف فلان وضاف الساعة كذا والوقت كذا كان كذا والجهاز كذا والكلام ده كله. طب احنا عشان نثبت الكلام ده لازم نمهد الاول الكلام ده. انت دلوقتي مين اللي هيضيق، مين اللي هيستخدم البرنامج؟ المستخدم، والمستخدم ده اصلا موظف. حلو قوي. يبقى احنا الاول نعمل الموظفين، وبعد ما نعمل الموظفين نعمل المستخدمين، وبعد ما نعمل المستخدمين نبدا بقى نشوف ايه حركات الايه الاستخدام علشان نثبتها مع كل شاشه شغالين فيها، فاهمني؟ لان دي حاجه مهمه. طيب دلوقتي هات لنا الملف اللي احنا بنحتفظ جواه بجمل السيكوال. احنا عايزين نعمل جداول للموظف مش جدول واحد. اول حاجه هعمل الجدول الرئيسي، ادي ايه كرييت تيبل، التيبل ده اسمه امبلوي، تمام. جدول امبلوي عندنا اول حاجه امبلوي، امبلوي اندرسكور نمبر، وده نوعه انت، وده برايمري كي، وادي ايه كوما. بعد كده عندنا الاسم امبلوي اندرسكور نيم، وده نوعه فار شار على مثلا 150 افتح حاله شويه، تمام. وادي ايه كوما، نوت نل بقى مش نوت نل، احنا كده كده هنتحقق من البرنامج اصلا. عايز تعمله نوت نل براحتك، نوت نل، تمام. نيجي بعد كده نعمل النوع امبلوي، او مش لازم امبلوي بقى، ممكن نقول جندر على طول، جندر النوع، والجندر ده بار شارب. كنا زمان بنشتغل بطريقه اللي هو لا اما حرف الام لا اما حرف الاف، بس بندخل بقى في قصه تانية، ان احنا لو لقينا ام نعرض ذكر او ميل، ولو لقينا اف نعرض، فاهمني؟ انا مش عايز ادخل في المواويل دي بصراحه. وفي نفس الوقت لو طلعت للمستخدم ام واف ممكن ما يبقاش ايه اوير بيها قوي يعني، فعلى طول احنا ايه خلينا واضحين، مش هي دي يعني اللي هتخسرك قوي يعني، اللي هو كام حرف، ست حروف ولا اهو مثلا ذكر ثلاث حروف، انثى انثى، واخد بالك كام، اربع حروف صح. طيب نيجي للانجليزي، ميل اربع حروف، في ميل ست حروف، يعني خلاص يا عم خليها، اقول لك على حاجه خليها 10 حروف، هتخسر حاجه؟ ما انت عمال تعمل في حقول ليل ونهار ما جاتش على دي يعني، خلاص. ودي برضه ايه نوت نل لو عايز، تمام. نيجي بعد كده نعمل العنوان، ادي ايه ادرس، الادرس ولا نسميه امبلوي ادرس وامبلوي جندر وكل حاجه، ايه رايك؟ خلاص خليه ادرس، خلاص ادرس بار شار على 200 مثلا، تمام. نوت نل كوما، في ايه تاني؟ لو انت عايز تعمل له الرقم القومي اي دي اندر سكور نمبر، دي اندر سكور ايه نمبر، تمام.
تمام. اي دي ايه؟ نمبر. طيب والاي دي نمبر ده يونيك. نو ايه يا عمي؟ عبارة شهر على 25. انا عارف 14 وكده، بس احنا بندي براح يعني. خلاص. طيب ايه تاني؟ البيرس ديت بيرس اندرسكور ديت ديت اوف بيرث يعني. نو ديت. ايه تاني ممكن؟ المؤهل qualification. نور شار يبقى افتح حاله شوية، خليها له مثلا 250. ليه ممكن يكتب بكالوريوس نظم معلومات إدارية شعبة تجارة، أو بكالوريوس تجارة شعبة نظم معلومات، حوار يقعد يكتب هنا بيكتب جواب يعني، هتفتح حاله يعني. خلاص. ايه تاني؟ في برضو ايه؟ الحالة بتاعته، الحالة بتاعته كان اسمها ماريتال ستيتوس ولا ميلاتال، مش فاكر. المهم ستيتوس خلاص، او ستيت او امبلوي امبلوي اندر سكول ستيت، اعزب متزوج الكلام ده. فارتشار خد بالك. على مثلا ايه؟ على فكره انت ممكن تعمل لكل حاجه من دول جدول، بس طبعا احنا مش هنفتح قوي كده عشان لو فتحنا مش هنقفل. زي ايه مثلا؟ يعني انت ممكن الكواليفيكيشن دي تعمل لها جدول الشهادات، وجدول الشهادات ده بقى تحط انت فيه بقى ايه؟ بكالوريوس نظم المعلومات، بكالوريوس حاسبات ومعلومات، بكالوريوس تجاره، بكالوريوس كذا، ليسانس كذا، وتقعد بقى تدخل في دوامه تانيه، ودبلوم كذا بقى، وشهاده متوسطه، وشهاده عليا، وشهاده مش عارف ايه، وفي الاخر بقى هو يختار منها. فاهمني؟ احنا ممكن نعمل التفصيل ده لو محتاجينه قوي، لكن انا شايف ان يعني موضوع ان انت تعمل لكل موظف يعني ما هوش الحاجه اللي احنا بنستخدمها على طول يعني. فاهمني؟ احنا استخدمنا اكتر في البرنامج هيبقى ايه؟ الشراء والبيع، صح؟ مش الموظفين. فما دام الموظف حاجه يعني بتخدم عليا في شغلي، خلاص مش لازم اعمل. ونفس الكلام للمارتال ستيتس دي، كان باين اسمها مارتال ستيتس، صح؟ واخد بالك؟ اللي هي الحاله الاجتماعيه نفس القصه برضه. واخد بالك؟ ممكن تعمل الحالات في جدول وتيجي هنا تختار منها، بس هبقى انا ايه كده؟ هبقى انا سبت اللي انا عايز اركز عليه اللي هو الشراء والبيع والمخزن، ورحت ركزت بقى في ايه؟ في تفاصيل تانية. فاهم الفكرة؟ انا يعني الاصح انك انت تعمل كده فعلا، انك تعمل جداول تانية، بس مش عايز اتفرع معاك قوي لان البرنامج ده ما هواش برنامج شؤون عاملين. من الاخر، عارف لو برنامج شؤون عاملين هقول لك اعمل الكلام ده، لو برنامج شؤون عاملين وبتقبض الموظفين بيه وبتعمل شغل عليهم لهم بصمة ومش عارف ايه، لا هقول لك اعمل، لكن ده مش شؤون عاملين، ده برنامج إدارة مبيعات. تمام. طيب هنقول ده مثلا ايه؟ بارتشار على 100 مثلا. تمام. بس نقول بقى الفورم والايمج بتاعته بتاعت الموظف نخليها في ايه؟ في جدول تاني. تعالى ناخد الجدول ده كده كوبي، ونفتح سيكول سيرفر مانجمنت ستوديو. كونكت الداتابيزز، اهي الداتابيز اللي احنا شغالين عليها. كليك يمين، نيو كويري، ارمي الكويري هنا بيست، و
يعمل اكسكيوت. الاكسكيوت اهو تمام كده. الجدول تم انشاؤه. لو فتحنا هنا فتحنا التيبلز الانتروي اهو تمام. فكده ايه الجدول تمام كده. احنا عملنا بفضل الله جدول الموظف. نيجي بقى ان شاء الله الحلقة القادمة هنبقى نعمل الجداول المتفرعة منه بإذن الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.